ناخذ مكالمة أخرى. سعيدة من حدكرت. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيدة لاباس عليك اختي سناء؟ لا بس الحمد لله الله يبارك فيك. بغيت نعطيكم غريبة برقائق اللوز. واخا ناخذ المقادير. ايه تفضلي. 500 غرام من اللوز المسحوق المسحوق. 500 غرام ديال من اللوز. اللوز مطحون، بودرة اللوز. مطحون ومسلوق. مسلوق ومطحون. اها. ايه. قبصة من السكر المسكة الحرة. ايه. ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى. وملعقة صغيرة من الزبدة. ايه. وربعة البيضات. و 250 غرام من السكر الثقيل. ايه. وملعقة كبيرة من قشرة الحامض المحكوك. قشور حامضة. ايه. والزين نديرو ابيض بيضة. تفضلي. و 200 غرام من رقائق اللوز. واخا. طريقة. الو سعيدة. نعم انا مازال معك. ايه تفضلي الطريقة. طريقة كنطحنو اللوز. كنطحنو في مطحنة كهربائية. وكنضيفو عليه المسكة الحرة. كندقوها. وكنضيفو عليهم الخميرة والزبدة. وثلاث من اصفر البيض. كنحتفظوا بهذا الخليط بالابيض. كنحتفظوا بالابيض البيض. صافي. وكنديروا بيضه كامله وكنزيدوا عليهم سكر ثقيل. وملعقه من قشره الحامض. وكنخلطوا مزيان هاد العناصر كاملين. هي تفضلي. صافي. كنديرهم كويرات صغار وكندوزوهم في ابيض بيضه. وكيكون عندنا رقائق اللوز وكنمندوهم في ديك رقائق اللوز. واخا. وصافي. هي وصافي. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك.